وإلى التفاصيل فقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي جالبير أوناكبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد بحضور عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الصندوق وأعرب الرئيس عن تقدير مصر للدعم الذي يقدمه الصندوق للمشروعات التنموية في مصر باعتبار الصندوق شريكا استراتيجيا مهما يساعد الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التي تتعلق بالقضاء على الفقر وأكد الرئيس تطلع مصر للعمل مع الصندوق من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإدارة أعمال التنمية الزراعية في المنطقة من جانبه أعرب رئيس الصندوق عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي مؤكدا تطلعه إلى مواصلة تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتعظيم المساهمة في دعم المشروعات الزراعية في مصر ولمزيد من التحليل ينضم الينا في الاستوديو الاستاذ عبد المعطي ابو زيد خبير الشؤون الدوليه استاذ عبد المعطي اهلا بك معنا اليوم اهلا وسهلا إذا من الهام أن نتحدث عن هذا اللقاء ويبدو أن الرئيس السيسي مهتم بأن يعود ملف الزراعة بقوة مرة أخرى وأن تكون هناك مشروعات عملاقة يتم تنفيذها في هذا القطاع وعلى رأسها مشروع المليون ونصف فدان إذا كيف ترى هذا اللقاء اليوم وكيف سيضيف إلى الملف الخاص بالزراعة؟ هو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ده صندوق تابع للأمم المتحدة تم إنشاؤه سنة 1977 ومهمته الاساسيه تقديم دعم مادي مالي وفني للدول الناميه من اجل تنميه المناطق الريفيه ومكافحه الفقر في المناطق الزراعيه بين الفلاحين وبين الفئات في المناطق الريفيه وده جزء مهم او مجال التعاون بين مصر والصندوق انما فيما يتعلق بالتنميه الزراعيه ككل في مصر بالتأكيد شهدنا في السنوات الأخيرة اهتمام كبير من الدولة ودائما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم عما يسمى بالاقتصاد الحقيقي لا. الاقتصاد الحقيقي هو الاقتصاد اللي بيخلق فرص عمل مستديمة هو الاقتصاد الذي لا يتأثر بظروف مؤقتة معينة سياسية أو أمنية أو غيره هو الاقتصاد اللي بيؤمن دخل للأسر المصرية والزراعة في مقدمة هذا الجزء في تطورات مهمة بتحصل في المجال الزراعي في مقدمتها زي ما شفنا الزراعات المحمية ودي بتوفر من 60 ل 70% من استهلاك المياه وبتنتج كميات زراعية أكبر، في تغييرات مهمة في التركيب المحصولي في مصر، في أيضا توفير البذور ودي مسألة مهمة بنستورد بذور أكثر من مليار دولار حتى الآن من الخارج وفي مشروعات لتوطين هذا الأمر، لو شفنا في الثلاث أربع سنين الأخيرة لم نسمع ابدا عن مشكله لدى الفلاحين فيما يتعلق بالاسمده، ودي كانت ازمه دائما بالذات في الزراعات الصيفيه كنا بنقابلها، الان كميه الاسمده موجوده وباسعار معقوله وبتوزيع عادل في المناطق الاخرى، في اهتمام كبير جدا يعني في دعم للصادرات الزراعيه، طبعا تغيير سعر الجنيه في 2016 ساعد الفلاحين على الحصول على عائد جيد من منتجاتهم الزراعيه، السنه دي حتى الان مصر مصدره أكثر من خمسة مليون طن من المنتجات الزراعية عائدها بالكامل أكيد بيروح للفلاحين وبيعد بيعود عليهم بتحسين حياتهم اهتمام كبير أكيد بالملف الزراعي وهو أمر يعود على حياة الناس وجزء من تنمية المناطق الريفية بالاضافة الي المشروعات الكبرى اللي احنا عارفينها صرف صحي في القري والريف مياه الشرب تعميم مياه الشرب النقية الي جانب العديد من المشروعات بالفعل من اجل التنمية الزراعية في هذه المناطق